نمسى عليكم بالخير والعافية مشاهدينا مشاهدي قناة زاكروس عربية، وهذه رحلة مسائية جديدة أكيد من هاي شباب، وأكيد بنتظركم العديد من الفقرات الجميلة والممتعة، وإن شاء الله يا رب تنال رضاكم بهذا المساء الجميل. لكن ما يحلى المساء إلا بوجود زميلاتي نور وشهلة. شكراً لك يا ثامر، يسعد لي مساك، أكيد يسعد لي مساك يا نور. مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من هاي الشباب، أكيد إحنا دائماً دائمين لكم ودائماً بجانبكم، انتظرونا بقصص نجاح وأيضاً فقرات راح تعجبكم. مساء الخير وراحة البال على مشاهدين هاي الشباب لهذا اليوم، رجعنا لكم بالتأكيد بفقرات مميزة وجديدة وممتعة، خليكم متابعين، راجع لكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل ونروح لأولى فقراتنا اليوم بهاي الشباب اللي هي أخبار الشباب، والخبر الأول وياك أكيد يا نور. شكرا يا ثامر، الخبر الأول وياي مثل ما ذكر ثامر زميلي، اليوم الخبر يقول أول شابة يمنية تحصل على لقب الإمرأة العربية في لندن، خلونا نشوف تفاصيل أكثر وراجع لكم بالتأكيد. كرمت الشابة اليمنية ندى الأهدل في المؤتمر الدولي لمؤسسة لندن العربية التي تكرم النساء العربيات المؤثرات في المجتمع. كانت ندى الأهدل أصغر الفائزين بجائزة المرأة العربية، وقد لفتت انتباه الحاضرين لقضية زواج القاصرات، وسلطت الضوء بأسلوبها المفاجئ الذي أذهل الجمهور بتمزيق لوحة مكتوب عليها فصل الطفولة عن الزواج، ثم أرفقت ذلك بتعليق ابقوا الأطفال بعيدين عن الزواج. أما الخبر اللي وياي مشاهدينا يتكلم عن شابة جزائرية الأصل تنال إعجاب وتقدير عشاق الموسيقى الكلاسيكية في فرنسا، خلينا نشوف تفاصيل هذا الخبر وراجع لكم. تدير الشابة الجزائرية الأصل زاهية زيوني أوركسترا ديفيرتي مونتو بعد مسار خاص ومتميز في الموسيقى الكلاسيكية، وأصبحت هذه الشابة تثير اهتمام الإعلام الفرنسي كثيرا لما بلغته من نبوغ موسيقي، وهو ما مكنها من أن تنال إعجاب وتقدير ممارسي وعشاق الموسيقى الكلاسيكية. إذا يا ثامر ويا نور، الخبر الوياية مختلف، خلي نتناقش بهذا الموضوع. حصل وياك موضوع إنه تقدم طلب على وظيفة ويرفضوك؟ إيه أكثر من مرة، خصوصاً بالعراق يعني ما توفر يعني هاي الشغلات أكثر للشباب. أكثر شيء يعني ضجت من عندي. أكثر مكانات أروح مثلاً أقابل يقولي لي أوكي وراح نخابرك، بس ما يخابرون. كل زين. لا واسطة. زين ونور. هي هنا مصر سالفة رفض، أكثر ما هو اللي يصير إنه ما يردون بعد. كل مكان عمل أكو فد. نقدر نقول مجموعة متفقين ان هذا العمل انه فما يعطون فرصة للطاقات الشبابية حتى يقدمون وياخذون هاي الفرصة. حلو 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 يا نور. اذا مشاهدينا الكرام، الخبر اللي وياي يقول شاب يقدم على وظيفة 99 مرة ويتم الرفض، لكن بالمرة المية يحصل على وظيفة العمر. الى هناك ونرجع لكم اكيد. تمكن شاب امريكي من انتزاع حلمه في الوظيفة اخيرا بعدما تقدم سابقاً ب 99 طلب توظيف بات جميعها بالفشل دون الحصول على مبتغاه. وكان إيليا صاحب 26 عاماً يتلقى خطاباً عبر البريد الإلكتروني برفض توظيفه 99 مرة، إلى أن نال موافقة توظيفه في طلبه رقم 100، وتم تعيينه للعمل في شركة سياحية واصفاً إياه بوظيفة الحلم.
أكيد رجعنا وياكم مشاهدين الكرام، لكن وصلنا لفقرة على هواك، والفقرة جدا مميزة لأنه أكيد راح نحكي عن المظهر والأشياء الخارجية مثل الإكسسوارات والأشياء اللي يحبها الشباب. نور وثامر، شنو رأيكم بالكليتات أو الكاسكيتات وهاي الأشياء؟ وش وقت تلبسوها؟ أنا يعني برأيي، يعني هو برأي الفاشن ديزاينر بخصوص الشفقات أو الكاسكيتات، أنه هي تدرج مع الإكسسوار. بالآونة الأخيرة أو سابقاً كانوا يلبسوها فقط بفصل الصيف، صح، يحمون نفسهم من الشمس. من الشمس، صحيح. لكن حالياً نشوف حتى النظارات الشمسية مو بس الشفقات، صح، نشوف أنه تلبس حتى بالشتاء، صحيح، لأن هي صارت ضمن الإكسسوار، فنسقها ويا الأحزمة. تعتبر أناقة طبعاً. أكيد تحب تشوف أشخاص لابسين كاسكيتات وشفقات وكليتات حلوة؟ اي احب، بس لكن مو اي شخص يتلون الشفقات بالتحديد. فعلا انت يعني اول شيء خلص الثامر في السؤال. انت ترتدي هاي الامور لو مبتعد عنها نهائيا؟ اني شخصيه جدا مزاجيه. ثامر يحب شعره. بس لا، مرات اذا عجبني لا البس، احب بس احب الالوان الساده. بس ما احسك تلبس بكثره هاي الامور. اعوجها هيك. وانت يعني البس اكثر شيء في شكل سبورت، يعني مثلا مالي خلق اريد اطلع مكان قريب هيك البس الشفقه مالتي واطلع، يعني احس كلش سهله. تحبين الكاسكيتات تحديدا؟ بالضبط، سهله الاستخدام، انه واحد عنده مشوار سريع وفي شيء تحسي سبورت اكثر من اللازم. صحيح يا نور. بالآونة الاخيره مشاهدينا الكرام قمنا نشوف حتى المحجبات يلبسون كاسكيتات، وايضا الاشخاص الشباب من ضمنهم الاشخاص اللي يحبون يقتدون بشكل وستايل الخليج قاموا يلبسون دشاديش وكاسكيتات، وايضا كلش هوايه لها ماركات والوان خاصه وتسميات اخرى مثل الكليزه والشفقات وباقي التسميات الاخرى. نور اكيد وين راح نروح وياك حاليا؟ خلينا نروح التقرير حتى نشوف اكثر. أوكي. انواع الشفقات مثل ما ذكرت ولا اكثر من تسميات، اكو بها انواع مختلفه، اكو بها خامات واشكال، يعني مثل ما قلت صراحه انا جدا متحمسه لهذا التقرير. خلينا نروح للتقرير ونرجع نراجع لكم اكيد من بعد التقرير. تشكيلة من براندات يعني العالمية مثلا اللوي فيتون، الجوتشي، البرادا، الفرزاتشي، عندك هواي تشكيلات يعني تنزل لنا كولكشنات جديدة. أكثر الموديلات أكثر إقبال عليها من الشباب تقريبا، شوف عندك هاي البراندات مثلا تكون مشبك من وراء، تمام، من قدام هيك شيء تقريبا هسه حاليا اللي دارجة بالموديلات. ويجي السادة اللي ووتر بروف هيك، يجي قديفة، يجي جلد، مرات هيك أشياء تجي، مرات أكو قصات غريبة للشفقات فالشباب إنه تميزها عن باقي الموديلات. البناتير اكثر شيء الالوان هاي اللي تصير مثلا الوردي الفسفوري اللي حاليا دارجه ويا الملابس على مود التنسيق يصير مالتهم مرتب. بالنسبه للشباب اكثر الالوان الاسود، اي خاصه الاسود انه يمشي بسرعه. شوف الرسميه يعني اكثر شيء انه الساده يتميزون بالساده، الشفقه الساده تكون مجرد بس لون، مثلا لو جوزي لو اسود، لو نيلي لو ابيض، تمام. والشفقة السبورت تكون بيها ماركة معينة أو حركة معينة. والله أنصحهم بأن يرتدون الشفقة اللي هو قلت لك لو الجلد لو تكون القديفة، ليش؟ لأن حتى على فروة الرأس إنه تكون زينة، يعني الكواليتي مالتها مرتب مو هيك عادي.
مرة إجاني يعني ولد بعت له شفقة، ورا شوية إجاني بدلها هم أوكي، مرة ثانية هم إجا بدلها هم أوكي، الثالثة قلت خلاص ما أعرف يعني ما يعجب الموديل أو شيء، فآخر شيء إنه طيته شفقة مقلمة قلت له آية يعني خلاص قاعدة عليك ممتاز خلوا وراء، وهي هان العلم هي ما كانت حلوة زين واقتنع بيها وراء. شكرا على هذا اللقاء، وان شاء الله يا رب التوفيق والنجاح الدائم لقناة زاكروس. تحياتي. بالتأكيد مستمرين وياكم، ورجعنا لكم من بعد الفاصل في فقرة لايت. اليوم وياي موضوع حابة أتناقش فيه ويا زملائي، موضوع جدا مهم وضروري يتناقش فيه يا شهلة ويا ثامر. الموضوع يتكلم عن النصائح. تمام. أكو شابات وشباب ما يتقبلون النصائح الأكبر من عندهم حتى لو أصغر من عندهم. أنا في بعض الأحيان تصير مواقف بحياتي أكو شخص أصغر من عندي يجي ينصحني، أشوف نصيحته صحيحة، أنا صح. ممكن ما أقول إنه أوكي نصيحتك صحيحة وممكن نعم. تفيدني، وإنما أتغاضى النظر، ممكن أفكر بها بعد ما يعبر الوقت نعم. فترة. فأكو شباب وشابات ما يتقبلون النصائح. فعلاً يا نور، هي المشكلة شنو؟ المشكلة إنه إحنا كشباب وبنات بنتقبل التوجيه من الناس اللي يحبونا والنصائح، هذا الشيء هو لمصلحتنا، هم خايفين على مصلحتنا، وهم أدرى كون هم مارين ب دروس ومارين بمشاكل سابقة عبر عمرهم أو الأيام اللي مروا بيها، فرح من ينصحونا هم خايفين علينا، ومن يوجهونا هم خايفين علينا، ومن يوجهونا هم فعلا رايدين مصلحتنا بكل مكان، إذا كان بالعمل، إذا كان بعلاقاتنا، إذا كان أي تصرف من تصرفاتنا بالبيت أو خارج البيت. طيب صحيح. يا ثامر، ولو أقاطعك يا شهلة، أكو سالفة أريد أعرفها من عندك، مثل ما ذكرت قبل شوية أكو نصائح تحسها لخاطرك وأكو نصائح تحسها يعني ضدك أو ممكن توقعك بالخطأ، شو تقدر تميز بين هاي النصائح؟ والله بالآونة الأخيرة الناس ما تبين فعلاً يا ثامر، بصراحة أنا هواي نصحتك، بس أنت أنت بعد ما إحنا واحد ينصح الثاني طبعاً بالضبط، واثنيناتنا ما نسمع النصيحة. شنو السبب؟ شوفي إحنا يمكن شخصياتنا متقاربة نوعاً ما، إضافة إلى إنه إحنا ما صار بيناتنا موضوع إنه تعارف، إحنا أوردي دخلنا نصيحة وسوالف وهيك أشياء حلوة. لكن يا ثامر ويا نور، أنا برأيي النصيحة إذا تقدمت بحب راح توصل بحب. دائما الأشخاص اللي يحبونا يبينون من نصيحتهم شنو نواياهم، إذا أكيد أكو شباب يقولون لا إحنا ما نتقبل هذا الكلام، إحنا أكثر معرفة بالحياة. الفكرة اللي أريد أوصلها لكم أكيد وأيضا لمشاهدينا الكرام، دائما الأشخاص مو شرط يكونون أكبر من عندنا حتى يقدمون الكلام الحلو والنصائح. أكيد يقول لك الأكبر منك بيوم أعرف منك بسنة، بس هذه المقولة أنا دائما أقول عليها أكيد بها أشياء خاطئة. ليش؟ لأنه إحنا ثقافتنا الحياتية يمكن أحياناً تعلمنا أكثر من الأشخاص اللي متواجدين بالبيت والأشخاص اللي ما يشتغلون. لذلك تشوفين دائماً إحنا اللي نشتغل والشباب اللي يشتغلون ومعتمدين على نفسهم، دائماً الأشخاص اللي قدموا لهم نصيحة أكيد راح يتقبلوها بحسب الطريقة اللي تقدمت لهم. بالتأكيد يا شهلة. نعم. وأكو موضوع ثاني. نعم. اللي هو النصائح متى تقدم من أشخاص ما
نشتغل نفس ما ذكرتي أو مارين بمواقف كلش كبيرة بحياتهم كمشاكل ومواقف حياتية، من يقدمون النصائح حتى لو هو أصغر من عندك بس راح تاخذيها بالضبط. صحيحة بالضبط. صح. بالإضافة إلى أنه إحنا بهذه الفقرة اليوم نحكي عتنا مارد ونحكي عن نصيحة، لازم أنه ناخذ النصيحة من أي شخص إذا كان كبير ولا صغير، بالإضافة إلى أنه إحنا مستحيل أنه شخص ينصحنا إذا ما كان خايف علينا أو خايف على سمعتنا أو خايف على شغلنا أو خايف على مصلحتنا. لذلك أنه إحنا دائما نتقبل النصيحة من الصغير ومن الكبير يا شهلة. يعني إحنا اللي يقدم لنا نصيحة أكيد راح نأخذها ونخزنها بعقل لين باطل، راح يجي يوم وهذه النصيحة راح تفيدنا، نحس أنه إجا وقتها خلاص. طيب نمشي على موضوع في اليوم أنه شخص ناصحك؟ أوه ثامر، هواية مرات أحس نفسي أريد أرجع بالسنين سابقا حتى أخذ كل نصيحة وصلتني. لأنه يمكن كنت بعمر معين دائما أقول لا أنت تكرهني، يعني حتى لو من أختي أو من صديقة أو من صديق، لا تحسين النصيحة مو صحيحة. نصيحتك مو صحيحة. ناصحك أحد ورافضة النصيحة، أو أنت من الناس اللي تتقبلين النصيحة من أي شخص؟ لا ما كنت أتقبل النصيحة من أي شخص، لأن أنا كان راسي يابس مثل ما يقولون، أنه النصيحة من تتقدم لي حس لا أنا صحيحة هم غلط. بس من بعد ما مريت بمواقف وأمور واشتغلت فشفت أنه النصائح كانوا يقدموا ليها صحيحة، بالذات سالفة نصائح الأم كنا ما ناخذ بيها. بعد ما كبرنا قمنا نشوف نصائح الأم دائما صحيحة، وش ما يصير مواقف هي الكلام اللي حكيتي بالاخير صح بالضبط. يا نور ثامر منو الناس حكوا ماشي بنصيحة تاني اللي اعرفك انه انت عنودي سولف لي يلا باعي. انا بصوره عامه كلش احب النصيحه من اي شخص اذا كان قريب ولا بعيد، احب النصيحه واحب الشخص اللي ينصحني، لكن النصيحه اعرفها انا، يعني كون انه انا مر بفد مواقف بحياتي فاعرف انه هاي النصيحه فعلا هي نصيحه. نعم. ومرات تكون نصيحه مو نصيحه، مو نصيحة مجرد كلام حكيته ومشيته. أو مرات أكو أشخاص بخصوص هذا الموضوع أنه يريد يبرز شخصيته أو بالضبط. أنه يريد يبرز اهتمامه لشهلة أنه أنا مهتم بيك وخايف على مصلحتك، لازم أنه أواجهك، لكن هو العكس صحيح. صحيح. بس إحنا نرجع ونقول أنه إحنا لازم نتقبل النصيحة من أي شخص إذا كان كبير أو إذا كان صغير. فعلا يا ثامر، لكن يوم أنا بصراحة حابة أقدم نصيحة كلش صغيرة للأشخاص الشباب أكيد والمراهقين، كلنا مرينا بهذا العمر ومرينا بفترة المراهقة، دائما نحس نفسنا انه احنا اعظم مما يجي شخص وينصحنا حتى امنا وابونا، لكن النصيحة تؤخذ وتنخزن بالعقل الباطن وبعدين اكيد راح يجي وقتها. اذا المشاهدين الكرام راح نروح لهذا الاستطلاع ونشوف رأي الشباب والاشخاص والناس بصورة عامة في حال احد قدم لك نصيحة وما اخذتها وايضا وقعت بالخطأ. الى هناك. هاي الشباب، سؤال استطلاعي لهذا اليوم، ما وجهة نظرك يا بالشباب الذين لا يتقبلون النصيحة ويكررون نفس الأخطاء؟ خليكم ويانا خلينا نشوف آراء الشباب. مرات أتركهم لأنه من يشوفون الغلط، يعني إذا نعاد الغلط أتوقع هم يتركون من وحدهم، ومرات يعني أظل أتعاطى يعني أخذ وياهم بالحكي والكلام يلا ينصحون، بس يعني أكثرية الشباب هيك، وهذا شيء عادي يعني شيء طبيعي، لأن حتى إحنا يعني وإنتي والكل يعني عادي يغلطون ويصححون أغلاطهم بعدين. إذا نصيحة تفيدني طبعاً أخذها. مرات تعتبرها إنه هاي عدم خصوصية وتجاوز على خصوصيتك؟ إيه يعني عود يعني شلون أشوفك إنتي صغيرة أشوف روحي وإنتي لا، هاي ما بيها أي شيء. إذا نصيحة تفيدنا أنا اليوم أخذها وأطبقها. هي الدروس تعلمهم، لأن شكو إنسان يوقع بمشكلة أو فد شيء الدرس الأول يبقى يعلمه، يعني تنصحه ويروح يوقع نفس المطب. مرات حتى الأخطاء والنصائح اللي والدنيا هاي الأخطاء اللي يوقعون بها هم ما تفيدهم ولا تعلمهم، يوقع مرة ثانية وثالثة بنفس المطب. بعد هذا شو سوي؟ لازم يبدل عقل، يبدل فد شيء هذا. يعني تنصح الإنسان أكثر من مرة وما يستوعب، شو تسوي له مثلا؟ نعم، هي بالبداية كقولة تقول ليس عيبا أن نخطئ لكن عيبا أن نجد خطأنا. اليوم يعني اللي دائما حتى لو صديق يشوفه يخطئ وتنصحه بالصح ويجد الخطأ ومرة ثانية هم تنصحه راح يزعل بعض الأحيان، والله هو يزعلون بعض الأحيان اللي نسأل نعطيهم النصيحة يزعلون. يعني نوجه للشباب أنه الأخطاء أن نتجنب من الأخطاء مثل ما ذكرت، هي ليس عيبا أن نخطئ بس لكن نجدد العفو، لا نكرر الغلط. مشاهدة تمياتنا بالتوفيق لكل الشباب. أهم شيء تتبع الأم والأب المتابعة، يعني صار عندي أخويا الصغير بالليل إحنا فوقه 4 متابعين، وين يطوب وين يروح وين يجي فوقه لأن
يعني مع الاسف فد شباب حل تعبانه. مرات هذا المتابعه الزايده يعتبر عند الشباب، لدى الشباب يعني ضغط ويقوم يسوي اشياء خاطئه من وراكم؟ لا بالعكس بالعكس، بالنسبه ان احنا مدللين، شي يريد وين يريد يسافر نسافر، يريد يطلع بس كل شيء بحدوده. مو اقول له هذا الزراعة شارع يجيني بستين بالليل، هو عمره 18 سنة. رجعنا لكم من بعد الفاصل بفقرة قصة نجاح. قصتنا لهاي اليوم بطلة شابة عراقية صنعت من لا شيء شيء بإمكانيات جدا محدودة. خلونا نتعرف على بطلة هذا اليوم. فعلا نور، اليوم بطلة قصة نجاح هي السلطانة لينا. سلطانة لينا بالآونة الأخيرة الاسم كان جدا ترند، ولحد الآن إن شاء الله يا ربي دائما مستمرة بهذا العمل والنجاح والإنجاز. مرحبا بيك لينا. حبيبي مرحبا، نورتينا. شكرا حبيبتي. خلينا بالبداية، بداية حابة أخذ منك بطاقة تعريفية نقدر نقول أعرف بها عن حضرتك أكثر. أنا لينا من بغداد، مواليد 91، خريجة جامعة بغداد قسم آثار آداب طبعاً. تخرجت ومثل الكل تعيينات ماكو، ودائماً أطرق لهذا الموضوع إنه تعيينات ماكو. أنا ما أتوقع قبل شكد تخرجتي؟ تخرجت بـ 2013. بس من تخرجت كنت مشلولة شلل رباعي كامل، وعندي فراغ كلش قوي. تعرفين الإنسان لا حركة لا راحة لا جاية، يظل عقله يفكر بالضبط يعني، ويدمر الفراغ يدمر. فخلص قلت أنا بلشت شوية أتحرك، قدرت أعتمد على نفسي بالحركة، فلازم أشتغل. فبلشت أشتغل تسريح ومعالجة للشعر للبنات، وبأبسط الإمكانيات بالضبط، وكل شيء ما عندي يعني فلوس خاصة بي ماكو، كمادة رأس مال خاص بي ماكو، كاوية مو كل فلوسها عندي تخيل. وبلشت أشتغل بالبيت، وطبعاً السوشيال ميديا جروبات الفيسبوك هو ساعدتنا. كنت أنشر بالجروبات الشغل، ويعني عن طريق الجروبات صاروا عندي زبائن ما شاء الله خير من الله، وهنا بلشت أشتغل. طيب. يعني طورت الشغل. طيب ليلى، اليوم كل هواية أكو ماركات بالعراق، إضافة إلى ذلك إنه أكو أسماء جداً قوية. اليوم سلطانة لينا أو لينا البسيطة اللي بلشت بأشياء جدا بسيطة ورأس مال جدا قليل، لينا شلون اليوم قدرت تبرز بواسط كل هذا، بواسط كل هاي الهوسة وبواسط كل هاي الماركات المختلفة؟ التوفيق من رب العالمين. نعم ونعم بالله. ودائما اللي يمشي صح الله يوفق. شلون ما نعرف، صح يفتح هي بالضبط، الله يفتح اشكال والوان ابواب قدامك. انا اشتغل الصح الحمد لله والشكر، اضافه الى دعوات اهلي اكيد ومساندتهم الي، اهلي ولا زوجي مساندتهم الي كانت حافز الي قوي. وشفت اني نفسي لازم اشتغل، لازم اطور من نفسي، اني ما لازم اوقف. فطور مشروعي شويه شويه، خلاص صرت بالسوق اسم الحمد لله والشكر. واكيد ثقه العالم كلش ضروريه، يعني المنتج هو ثبت جدارته. حضرتك كلش حلوه وهذا اهم شيء. انا هسه حاليا حابه اعرف شغله منك، شلون بدت تجيك فكره انه انت لازم تفتحين صفحه خاصه لك على الفيسبوك، وبديتي شلون بديتي تروجين لها بشكل صحيح؟ شوفي هسه اول شيء الاسم، ليش السلطانه لينا؟ على اسمك؟ انا اسمي لينا أوكي. بس هوس سلطانه هي مو سؤال في المراهقه. فصفحتي بالفيسبوك الشخصيه، انطلقتي بهيك اسم، انطلقت صفحه شخصيه. فبلشت اني زين اريد زبائن حتى اشتغل تسريح، فانشر بالجروبات. فوصلت مرحله بعد الجروبات يعني الحمد لله هي مفيده، بس لازم اسوي صفحه. فبلشت هنا سويت صفحة الفيسبوك، والحمد لله يعني الانطلاقة كانت من عندها، الانطلاقة الصحيحة يعني. شو سويتي ترويج صحيح للصفحة مالتك؟ شوفي مبدئيا هي يعني ليش انت عرفت تسويق يعني بلوك مشاهير ولا السبونسر المدفوع يعني اعلان مدفوع الثمن، يعني كل شيء ما اعرف يعني. انا تعلمت بنفسي علمت نفسي بنفسي. فكنت انشر يعني هم نرجع للجروبات، انشر بالجروبات حتى اروج صفحتي. بس حاليا لا اكيد خطط تسويقيه اختلفت، السبونسر هذه كلها فادتني اكيد بعد ما انت صارت عندك طبعا معلومات. صار عندي معلومات وخبره بالشغل. طيب. وظليت انا اعلم العالم هسه الحمد لله. لينا اليوم حضرتك اكثر من ماده سويتي، واكثر من ايتم باكج سويتي، واكثر من ايتم. اليوم لينا لأي مكان تريد توصل بالآيتمات اللي دا تشتغلها، إضافة إلى ذلك أنه أنت اختصيتي بمواد الشعر
وبعدها البشره وبعدها باكج العنايه بالاسنان اللي جدا واو تحفه. اليوم لينا وين تريد توصل؟ شنو الباكجات اللي ببالها بعد والايتم؟ شوفي حاليا احنا الكاويه مالتنا ان شاء الله راح توصل للاصدار الجديد. طبعا الاصدار الاول كان كلش حلو بس تعرفين بالاستخدام مثلا الزبون راح تنبهج على شغله انت مو بالك بالضبط، فالاصدار الجديد يكون افضل ان شاء الله. بدنا نشتغل على عطر مال الشعر. وطبعا عندنا منتجات للجسم هم اذا الله سهل علينا، بس هاي كلها على السنه الجديده يعني السنه ان شاء الله ما بقى لها شيء حبيبتي. طيب انا حاليا حابه اعرف شغله، انت بدايه بديتي بالشعر وهاي الامور، شلون بعدين اكتسبتي معلومات خلتك تعرفين الاشياء اللي تفيد البشره والانواع؟ نحن نعرف ان البشره لها اكثر من نوع وكل بشره ولها تصبغات اثار حبوب، شلون عرفتي انه كل شيء؟ شوفي هي الخبره يعني انت تاخذين معلومات بالاستمراريه بالخبره بالمعامله بالممارسه كلها تتعلميها هاي وملاحظات الزبائن. بالضبط اكيد ملاحظات الزبائن ضروريه. اضافه الى هذا اني هواي اطلع يعني اطلع على شوفيني باليوتيوب 24 ساعه على تليفوني. اول ما بديتي على شنو كنت تشاهدين واستفادين؟ انا من البدايه يوتيوب ما كان اكو كل شيء، كان انستغرام ما معروف لهالدرجه. طيب هذه صحيح. الفيسبوك اوكي موجود بس جروبات يعني حتى بيجات ما كانت موجوده، فاليوتيوب هو فايدني. طبعا هسه التيك توك هم هو فايدني. طيب لينا اليوم باعتبار انت ذكرتي انه كانت عندك حاله معينه مريضه مرضيه عفوا، اليوم لينا من شتي بهذه الحقبة الزمنية شنو كان إحساسك يلا وقفتي على أول ستيب؟ منو اللي دعمك؟ الفكرة أكيد بعد ما ناقشتيها ويا الأهل أو زوج حضرتك أو أخوانك أكيد ناقشوك بيها ووصلتي لشيء معين حتى وصلتي إلى الستيب الأول. شوفي مبدئيا ما كان أحد موافق أشتغل. أوكي. أنتي صحيا صحتك على قدش خلينا نقول، فشو تسوين بالشغل؟ أنتي ما محتاجة يعني شلت مخطوباني يعني ما متزوجة، زوجي ضابط، ابويا مقاول يعني الحمد لله ما محتاجين. بس الانسان ايش قد ما اهله ينطوه لازم يعتمد على نفسه، يعني مو مثل فلوسك ودخلك الخاص مستحيل. احلى احلى شيء للمراه هي دخلها الخاص يعني، فما قبلوا ما حد قبل اشتغل. شنو شعورك لما صار عندك دخل خاص لك ويعني اعتمدتي على روحك؟ ماكو احلى ماكو احلى من هيك شعور، لان قلت لك الرجال ايش قد ما ينطي راح تحسين ما يكفيك، احنا المرأة احتياجاتها هوايه او تخجلين ممكن تطلبين من اي خاصه موضوع. يعني اللي متعوده مثلا بدايه الزواج دائما الواحد يخجل يعني. اي فخلص يعني مصرفك الخاص مو مثل ايش قد ما ينطي الزوج ايش قد ما يكون زين، المرأة تحتاج مصرف خاص بها اكثر من اللازم. تحس بوجودها وكيانها متطلباتنا هوايه يعني اشكال دا نشوف واشكال يعجبنا، فرجال شي يريد يصير. طيب شهلة اسالك السؤال انه منو كان المعارض لك؟ بعد ما عارضوك وناقشتيهم ايش قد اخذتي فتره على ما قنعتيهم انه انت لازم تشتغلين؟ شوفي الوحيده اللي كانت موافقه ماما، تخيلي اشتغلت بدون موافقه احد بدون علم احد. لا شافت اني فارغه يعني الفراغ يؤذيني وهي عايشه وياي بيت بيت، مو مثل ما اللي عايش ويطلع ويروح ويجي يشوفك يعني يشوفك شويه ويطلع يشوفك دقائق بالضبط. يمكن ب 2018 اقتنعوا خلاص لينا قاعد تشتغل. كل التوفيق لك لينا. لينا اوريدي احنا زميلاتنا صديقاتنا كلهم بالوسط ما شاء الله هوايه، والعلاقات صارت من ضمن السوشيال ميديا. اليوم منو اكثر انسانه حسيتيها كانت مسانده لك من بدايتك لحد هاي اللحظه او شخص من السوشيال ميديا؟ باي بالسوشيال ميديا اذا احكي خاف يصير زعل. لا بس شوفي ماكو مسانده بالسوشيال ميديا، العلاقات هي مو سطحيه لا يعني اكو علاقات. السوشيال ميديا تحسيها تنافس بالعمل؟ اكو تنافس هو اكيد، بس هو شغلهم يعني هو كل واحد يخاف على بالضبط كل واحد يخاف على شغله، واذا علمتك هو هذا الشغل لازم تدفعي لها انت. بس مبدئيا يعني من الاعلانات الناجحه للامانه كانت نادين الطائي، اعلاناتي وياها كلش ناجحه. مروش العزاوي حاليا تقوى ونور علي يعني صديقاتنا وعلاقاتنا بهم كلش قويه. انا عندي سؤال، اكو سالفه انه اكو بيجات تاخذ صور من بيجات ثانيه وتنتسبها لها هاي الصور، واجهتي هيك مشاكل وشلون حاولتي تعالجين هاي المشكله؟ يعني انه الناس تنتسب الاشياء اللي انت تسويها. شوفي انا تقريبا جديده على البراند مالتي يعني ما صار سنتين،
فابو المحل احنا عندنا نقاط بيع بمحلات، فمرات الزبونه عندها ثقه بيه، بس من تروح لابو المحل ما عندها ثقه بيه، صح؟ فتقول له مرات تقول له خابر لي على لينا، فيتصل علي ابو المحل حتى تتسوق من عنده. هاي الامور تاخذ من فيس ثاني. الثقه كلش مهمه بالشخص اللي انت تاخذين منه. بالضبط، وهو اللي يعني اللي زيد شغلنا، اللي وسع شغلنا الثقه العالم بيه. هذا احلى شيء واهم شيء في الحياه. لينا اليوم اكو مثل ما ذكرت لك انه اكو كلش هوايه براندات، هذه البراندات صار لها كوبي. واجهتي هيك موضوع او حسيتي انه احد بدا يتقرب على البراند مانتش ويحاول يسوي كوبي من عندك؟ شوفي المنتجات العشبيه اللي نشتغلها بالعراق اي طبعا تتقلد، بس ما تتقلد بالاسم نفسه، بس تتقلد بالشكل بالمواد وهيك امور. بس اللي نستوردها لا، لان اصلا يعني مسجله بوزاره الصحه، مسجله بوزاره التجاره، فمستحيل يعني الاسم مسجل يعني يقدرون يسوون كوبي. المواد اللي تستخدميها كلها طبيعيه واعشاب فقط، لو تستخدمين اشياء كيميائيه؟ لا طبعا اللي نستوردها بها اشياء كيميائيه، مستحيل تكون. ما بها اضرار؟ لا طبعا ما بها اضرار، ومو مجربه على الحيوانات اصلا. اي بس لازم هي الكيميائيه لازم تدخل، يعني ماكو عشبي 100%. لا لازم اكو فتشي لازم. طيب انت لحد الان تحضرين اشياءك الخاصه داخل البيت؟ لو احنا لحد الان المخازن يعني احنا ماخذين البيوت اللي في صف بيتي. حلو. اي واحد مسوي للتجهيز مال الاوردرات، واثنين مسويين المخازن. لينا اليوم ما خلي نبتعد عن المنتجات ونحكي عن لينا الشخص. لينا الانسانه اللي من ولا شيء قدرت تسوي شيء، من قله الدعم قدرت تدعم الاخرين وتنطي ثقه لهم. اليوم لينا سولفينا بالحقبة هاي الزمنية اللي انت عايشتها، شنو النجاح والانتصار اللي بدأت تحسي؟ شوفي هو ماكو احلى من هذه الحياة اللي انا عايشتها. نعم. والحقبة مثل ما ذكرتيها، فرحانة بنفسي، فخورة بنفسي، لان انا تعبت. حبيبتي تسلمين، مرات يضحكون انت ليش هيك فرحانة بنفسي؟ لا بالعكس، لا هو الانسان اللي يتعب وخاصة اللي يسوي شيء من لا شيء، يعني انا سويت هذا كله من لا شيء، فأكيد فرحانة بنفسي. زرعتي وحصدتي. بالضبط، الحمد لله والشكر. يعني جتي أيام أنا قبل يوم أن أسولف الموضوع أقولهم أنا 3 أشهر أنا ما طالعة من البيت، لأن إذا أطلع راح أصرف، وأنا هاي الفلوس أحتاجها. بالضبط. أحتاجها شنو؟ أطور مشروعي. طيب إيش قد أخذتي فترة ونجح مشروعك؟ شوفي أنا مبدئيا من 2014 من بلشت أشتغل، الحمد لله زبان عندي خير من الله، لأن كان الموضوع ما منتشر هالقد جديد، جديد ما موجودين، يعني عالم بالساحة ما موجودين. تقريبا قلت لك لحد 2020 قلت خلاص، يعني أنا وصلت مرحلة لازم يكون عندي شيء خاص بي، فنزل أول آيتم بالبراند. لينا كشابة أنت ومن جيلنا أكيد يعني 91 بعدك صايرونة والحياة قدامك، يا رب دائما من نجاح إلى نجاح. لاحظنا كل المشاهير اليوم، ما نريد نذكر أسماء، لكن أغلب المشاهير من شعراء وفنانين كانوا موجودين وياك باحتفالك للسلطانة لينا للسنة الثانية، وإحنا كنا فخورين بحيث إذا أجينا أو ما أجينا إحنا فخورين بهذا العمل. لكن من هم الأقرب إليك من اللي إجوي؟ اللي إجوي نور علي، الوجه الإعلاني إن نعم. هي وصديقتي الصدوقة كلش. نور يعني تستحق حتى الدعم. يعني هم الموجودين أكثرهم كانوا أصدقائنا، رائد أبو فتيان صديق زوجي، كان واضح الفرح. أي الحمد لله. فهو كان الكل اللي موجود فرحان. الفنان أحمد الحلاق هم صديقنا ومشتغلين وياه احنا عمل، فالحمد لله يعني كل الموجودين كانوا فرحانين، يعني جايين لأن هم فرحانين بي. طيب مثل ما ذكرت زميلتي شهلة انه الفنانين واقرب اليك، واكيد اكو فنانين او مشاهير انه صارت اختلافات بيناتكم بين على مود برودكت معين او هاي امور، شلون؟ ما نذكر اسماء، انا بس ما قلنا، شلون تلافيتي هذا الموضوع؟ شوفي واحده من المواضيع يعني اذا اكو قصه ظريفه تتكلمين هي واحده من المواضيع انه قاموا ينشرون البروتين مال الشعر، انه انت ليش مسوية بروتين مال الشعر وتسرحين الشعر؟ نعم. خوجي بمنتجات اعتناء بالكيرلي. نعم. هو أنا جايبة البروتين مو الشعر الكيرلي، هو أكو أحلى من شعر الكيرلي؟ لا بصراحة لا. خطأ. مو ماكو أحلى من شعر الكيرلي. تسوي شعر عادي. بس أنا جايبة المنتج أول شيء أكو شعرها كيرلي عاجبها تسرح. صح. وأكو شعرها أفريقي، يعني هذا اللي أفريقي. أوكي عاجبها شعرها تريد تعتني به. بالضبط، بس اللي شعرها أفريقي ضروري تستخدم بروتين، يعني تعاني تعرفين شنو يعني؟ لأنه تكون شعرايتها يابسة شعرايتها خشنة والكسر مالتها عنيدة ومو هيجي تخيلي. تحتاج تغذية.
من ينغسل الشعر ما يتغلغل بين مي فتعاني من عنده. زين انا جايبه البروتين اللي هيك انواع شعر فانتقدوني انه انت ليش تقولين سيما معي شنو عجبتي الموضوع؟ والله الصراحه طيفهم حضر انا ما احب اتناقش بهيك امور. لينا كل التوفيق لك اليوم. اريد اسمع من حضرتك نصيحه لكل فتاه ولكل شاب، شنو النصائح اللي تقدميها لهم باعتبار احنا تعرفين انه احنا بالعراق تحديدا اغلب الاشخاص الخريجين والمثقفين جدا دراسيا ماكو وظائف. شوفي من يريد يستطيع، من يقولون فخلاص اتوكل على رب العالمين وخلي لي خطه. انا ما اعتمد على احد، لازم اعتمد على نفسي، اطور من نفسي، اطور حياتي. انا شنو حياتي متوقفه؟ مثلا انا دا أبيع صندوق مي بالشارع، زين أنا هذا صندوق المي أجمع فلوسه أطور أسوي مثلاً خلي أقول أسوي تشمبر، صح ورا تشمبر أسوي محل. أنا ليش صح. لا يعني أشتغل بس لليوم. هواي من الشباب إذا اشتغلت طبعاً أكثرها ما تشتغل، إذا اشتغلت تشتغل بس لليوم. لا أنا أشتغل الباشر ضروري. نعرف إنه كل شاب وشابة أكو مشاكل تواجههم ببداية الطريق، أكو يقدرون يتحملون هاي المشاكل ويواجهوها ويستمرون بطريق النجاح، أكو يوقفون عن نص نفسيتهم تتعب وما يقدرون يكملون. شنو الشيء اللي تحبين تقدميه لهم أو إنه الخطوات الصحيحة اللي يمشون بها؟ لأن نفس ما نعرف إنه أنت مشروعك كلش كبير حالياً الحمد لله والشكر، شلون عرفت إنه أنت على الطريق الصحيح وده تمشين بشكل صحيح؟ شوفي ماكو واحد ما يمل من الشغل يشتغل، وأنتوا تشتغلون تملون مرات، وإحنا لو تتأجل الحلقة مثلاً اليوم فالكل يصير عندها ملل، فنحتاج سند بصراحة. فالسند يساعدك بالشغل ضروري. أكيد هذا أكيد لينا. إحنا مثل ما ذكرت إنه إحنا كشباب وأيضا كقناة زاكروس اليوم فخورين بيك وبتواجدك دائما ويانا وفرحانين اللي وصلتيك الأشخاص المقربين منك اللي داعميك دائما تقولين زوجي ودائما تقولين أخويا ودائما تقولين أمي. تحياتنا لهم حبيبتي تسلمي ويا ربي دائما تكونين بالقمة. حياتي مشكورين شكرا ممنونين من وجودك احنا اليوم حبيبتي. انا اذا مشاهدينا الكرام خلصت قصة نجاح لينا لكن هي بعدها مستمرة. نروح الفاصل ونرجع لكم. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا لأحلى فقرة اللي هي أيام الشباب. مثل ما تعرفون إحنا دائما نحاول إنه نسمع من الأشخاص اللي أكبر من عندنا سنا قصص كلش هواية، لكن اليوم موضوعنا شلون كانوا بأيام الشباب يسهرون بدون تليفونات وبدون تكنولوجيا. شنو رأيكم بهذا الموضوع يعني ويا ثامر؟ هو ماكو أحلى من أيام زمان أو أيام الشباب، والالعاب كانت لها بساطه وطريقه السهر مختلفه عن طريقه بالضبط. السهر حاليا سابقا كانت الالعاب البسيطه اللي هي الدومنا الطاولي الورق الشعر بين الجوارين والاصدقاء والمشاوي والشط وهالاشياء الحلوه. نعم. فكانت اكو بساطه كلش حلوه وعفويه بالسهر. نعم. الوقت الحالي والسابق. صحيح. لذلك انه احنا نشوف فرق ونشوف انه ابائنا واجدادنا وامهاتنا من يسولفون عن سابقا وكيف يسهرون وكيف طريقه السهر سابقا تختلف عن السهر حاليا. يا بالضبط اكيد انا جدا جدا متحمسه لهذه الفقره انه كنت بس اريد نوصل لها لان دائما انا اتحمس اعرف سابقا شو كانوا يقضون ايامهم بالليل اوقات السهر. مثل ما تعرفون الشباب حاليا يختلف اوقات الليل شلون يقضوه عن سابقا. بالضبط سابقا كانوا الاهالي الكبار يقضوها بين العوائل الجمعات اللمات السوالف حسب ما أنا سامع. أنا دائما كنت أتمنى إنه أعيش هذيك الأوقات. هذيك الأوقات القديمة. بالضبط جدا جدا أحسها ممتعة. بالضبط يعني. إذن شنو رأيكم نروح للاستطلاع؟ يلا. خليني أخذكم الاستطلاع يتكلم عن أيام شبابك كيف كنت تقضي أوقات السهر مقارنة بالوقت الحاضر. أكيد راجع لكم بعد الفاصل. ها شباب سؤال استطلاعنا لهذا اليوم، أيام الشباب كيف كنتم تقضون أوقات الليل تسهرون مع بعضكم مقارنة بالوقت الحالي؟ خليكم ويانا لمعرفة آراء الناس. العوائل البغدادية هي عوائل أصيلة وبنات التكاتف وكانت العوائل مجتمعة يعني بالسهرة بالودوية الجيران. وحاليا
العوائل مو يعني متفرقة، وأغلب الأولاد ملتهين بالموبايلات بأشغالهم بخصوصياتهم الواسعة، وهذه يعني الآن يعرف إحنا العوائل البغدادية العراقية هم يعني طيبين وعندهم الود والمشاركة. كنا يعني نقضين وقتنا مع أصدقائنا وجيراننا، يعني كنا نلعب دومنا ومجتمعين ونبقى يعني سهرانين لحد يعني لحد 12 الواحدة بالليل. هسه يعني الوضع اختلف، يعني من نزل الموبايل والانترنت، يعني هسه حتى يعني داخل المنزل يعني نشوف العائلة نفسها يعني متفرقين، هذا بهاي الغرفة هذا بالطابق الثاني، فيعني قبل تحس اكو يعني ألفة اكثر من الوقت الحالي. نروح خطار يعني يم اقربائنا اصدقائنا، نقضي الليل شايات وتعرف جقاير وشباب ضحك، يعني تختلف عن هسه. قبل ماكو لا انترنت، تلفزيون قليل ب 12 سد التلفزيون، فنقضي كله يعني سهرات يم الاقرباء اكثر شيء، اصدقائنا نسير نقعد على الرصيف مسامر، يعني قعدات حلوه. قبل هسه مقاضي كله موبايلات انترنت، يعني الوضعيه هسه حلوه مو حلوه، بس اختلفت. اصدقاء ماكو كله على الانترنت، يعني قلت الصداقه، قلت الاقرباء ما نروح لهم قليلين. والتأكيد بعدنا مستمرين وياكم، ورجعنا لكم من بعد الفاصل بفقرة شباب على الطريق. رح نتكلم اليوم عن طاقة شبابية معينة، اللي طالما عودناكم دائما احنا بهاي الفقرة نتكلم عن الطاقات الشبابية، وحاليا ثامر رح يتكلم لنا أكثر عن الطاقة اللي رح نتكلم عليها هذا اليوم. أكيد يا نور ويا مشاهدينا، اليوم رح نتكلم أو نسلط الضوء بكاميرتنا بها شباب عن طاقة شبابية رغم صغر سنها، لكن أبدع بمجال الموسيقى والعزف والتعلم على أكثر من آلة موسيقية. أكيد يا شهد، قبل ما أوديكم على محمد صادق اليوم، خلي أعرف ثامر شو تحب بالآلات الموسيقية؟ أحب العود، هادئ حنين وحزين ايضا. وانت يا نور؟ البيانو. الله، اكيد اكو ذوق، اكو لطافه. لا زين، انت شنو تحبين يعني؟ بصراحه يا تامر اني كلش احب الالات اللي واني مغمضه احسها، يعني مثلا خلينا نفترض ممكن العود بعزفه معينه، وممكن الكلارنت كلش احبه. نعم. تمام. اذا مشاهدينا الكرام، احنا دائما نركض حتى نحصل طاقة وموهبة شبابية مميزة، دائما داعمين لكم قلبا وقالبا. محمد صادق روم صغر سنه يعزف على أكثر من آلة، منها البيانو والكلارنيت وأيضا الساكسفون. إلى هناك وأكيد راح نرجع لكم. تحية طيبة على كل متابعين قناة زاكروز. طبعاً أنا محمد صادق، هاوي كلارنيت وطبيب أسنان من سكنة بغداد مواليد 2000، وأنا أعزف على الكلارنيت تقريباً صار لي 3 سنوات، وبالإضافة أعزف على آلات موسيقية كبيانو وسكسيفون وفلوت وهاي الآلة الكلارنيت. طبعاً دخلت العالم الموسيقى وبالأخص على هاي الآلات من 2020 تقريباً، صار لي 2.5 سنين، والإضافة كان الدافع الوحيد هو على شيء أهلي وعائلتي وأصدقائي. صراحة هي صعوبات من كل آلة لآلة تختلف، مثلاً على الكلارنيت كان النفخ بالآلة شوية واجهت فيه صعوبة، وقدرت أتخطاها هاي من خلال النت ومن خلال الأساتذة والسوشيال ميديا. طبعاً أكثر آلات الموسيقية اللي أتقنها هي البيانو والساكسفون والكلارنيت، وأكثر آلة انجذبت إلها آلة الكلارنيت، لأن يعني مثلا تطي روح بالعزف وتطلع مثل كإحساس بالعزف.
قدرت أطور نفسي وأثقفها يعني من خلال العزف، من خلال ممارستي للآلة، ومن خلال اتقاني للآلة، بالإضافة من الأساتذة اللي موجودين على النت وعلى السوشيال ميديا اللي هواي منهم دعموني، وبالإضافة لأصدقائي الفنانين. صراحة هواي ارتادوا على عزف البيانو، وهواي انجذبت للعازفين المشهورين يعني بالعراق أو بالغير دول الأجنبية، مثلا فرقة ياني وهواي فرقة منها مشهورة هي اللي حببتني بهالآلة وجذبتني لهالمجال. أكثر آلة يعني واجهت فيها صعوبة هي آلة الكلارينيت، يعني لأن آلة نقدر نقول آلة نفخية، يعني يحتاج لها كنفخ وتحتاج لها كجهد وسترس للآلة، واللي يعني هي الصعوبة اللي واجهتها بالنفخ، يعني بحدود الشهر بديت أقدر أطلع الصوت وأقدر أطلع التون من الآلة الموسيقية. طموحاتي هي هواية بخصوص الطب أو بخصوص الموسيقى، بس نقدر نطور يعني مهاراتي ومجالي بالموسيقى، اقدر اوصل للنجومية او اقدر احضر بيها مهرجانات او حفلات او امسيات او اي شيء كان. طبعا اقدر اضيف للموسيقى وبخصوص هاي الاله اقدر اضيف لها روح او حياه بال يعني ويا اللحن او مثل تقاسيم ويا اللحن، وهواي يعني ناس ينجذبون لهالشيء وهواي يحبون هالشيء، ومن خلالهم يعني او من خلال تشجيعاتهم جاي اقدر اطور بها وابدع بها. طبعا انصح هواي من الشباب ويتجهون لهالمجال، ونقدر نقول اكو هواي انفتحت دورات وانفتحت يعني عن طريق اليوتيوب او عن طريق النت، يعني دورات تعلم هاي وممكن تكون فري او مجانا، فانصحهم يعني يتجهون لهالمجال لان هو مجال بالاخير هو حلو، وبالاضافه من تقدر تبرز موهبتك للعالم وتقدر تشوفك الناس. صراحه قدرت اوافق بين الموسيقى وبين طب الاسنان، يعني مرات اكو مرضى يجوني عندهم فوبيا من التخدير او فوبيا من الخلع، يعني اجي اعزف لهم شويه اريحهم عن الستريس او الفوبيا اللي هم بيها، وقدرت يعني هم اوفقها يعني من خلال الوقت قدرت انظم وقتي للطب او للموسيقى والحمد لله. وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من هاي الشباب، ولكن انتظرونا بحلقات مقبلة ومميزة وفقرات ممتعة بالتأكيد. حاليا أترككم ويا زميلتي شهلة.
شكرا لك يا نور، شكرا لك يا تامر. مشاهدينا الكرام اكيد تنتظرونا بحلقه جديده من هاي شباب، دائما داعمين لكم قلبا وقالبا. في امان الله، واترككم مع تامر. شكرا لكم بنات، وشكرا لكل شخص شاهدنا عبر شاشه زاكروس عربيه وايضا عبر البث المباشر على الفيسبوك، ويا رب استمتعتوا ويانا بفقراتنا من هاي شباب. لكن قبل الختام احب اشكر كادر عمل قاعه صوفيا الاعراس والمناسبات الكائنه بزيونه بشارع رباعي على حسن الاستقبال والضيافه. الى اللقاء.